85,311 تلميذ وتلميذة جلسوا امتحانات الشهادة الإعدادية دورة 2018 موزعين في 64 مركزا بمختلف أقاليم البلاد. ولإعلان الانطلاقة الرسمية، وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرامة فتح الظرف الذي يحتوي على الأسئلة إذانا منه لبدء أعمال الامتحانات، حيث كان بجانبه مندوب التربية الوطنية لمدينة إنجمينة دونغ صبراي هنع التلاميذ وطلبهم بالهدوء ومنع حدوث أعمال الشغب أثناء سير الامتحانات. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرامة حث التلاميذ بالانضباط والاعتماد على النفس. مادة الإنشاء، أتمنى للجميع التوفيق والنجاح، وأدعو الجميع إلى الهدوء والعمل بصورة جادة. كما أثنى الوزير بالدور الذي قام به المعلمين والاستجابة لنداء الحكومة رغم الإضراب الذي تصر إليه النقابات العمالية. كما تعلمون يشارك في هذه الدورة 85,311، فيها 364 مركز، من بينهم مركز في الخارج وفي قنصليتنا في جدة. أنتهز هذه الفرصة لأدعو الجميع الشباب التلاميذ إلى العمل وإلى بذل الجهد وإلى الانضباط. كما أتوجه أيضا بالشكر الجزيل للمدرسين الذين قبلوا بأن يأتوا للإشراف على الامتحانات والمشاركة فيها. يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية تستمر لمدة 6 أيام، حيث يمتهن في أولى أيامها مادة الإنشاء والرياضيات والفيزياء والكيمياء، بالإضافة إلى التربية الوطنية ومادة الإملاء.